تعالوا نعيش مع أسماء الله الحسنى. تختم صور القرآن كتير باسمين من أسماء الله الحسنى، مش اسم واحد، لا دايما اسمين. وجود تناسق وتناسب بين الاسمين هو السبب في وجودهم مع بعض، فدايما نجد اسمين اسمين. تعالوا ناخد مثال الملك القدوس، جم مع بعض في آخر سورة الحشر. الملك القدوس، عمرك فكرت ليه الاسمين جم مع بعض؟ وما معنى الملك القدوس؟ الملك هو الذي له مطلق كمال التصرف في كل شيء في الكون بالأمر والنهي. الملك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء، يأمر وينهى، هو ده معنى اسم الله الملك. لكن ملوك الدنيا بتغضب وملوك الدنيا بتبطش، لكن الله هو الملك القدوس، ومعنى القدوس المطهر والمتنزه عن العيوب. سميت القدس قدسا لأنها أطهر أرض الله. فاسم الله الملك القدوس معناها له مطلق الملك بالأمر والنهي كما يشاء، لكنه مقدس عن عيوب ملوك الدنيا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. فوجود اسم الملك مع القدوس علشان يطمن عباده إن ملك الله بالأمر والنهي صحيح، لكنه لن يظلمهم وحيرحمهم وحيحلم عليهم لأنه الملك القدوس. عيش النهاردة مع اسم الله الملك القدوس.